راوتينج بيزكس، ده اول جزء بعد ما جهزنا منه. طبعا الجزء ده هيكون مراجعه على اللي انت خدته في السي سي ان اي، وتاكيد على بعض الحاجات اللي لازم اتاكد ان انت فاهمها صح، وبعدين نكمل الليفل الاعلى باذن الله. الراوتينج بيزكس لازم تعرف من خلالها الراوتر ازاي بيشتغل، ايه هو الراوتينج تيبل، ايه الفرق ما بين حاجه اسمها دايركت كونكتد نتوركس والريموت نتوركس، ايه الفرق ما بين الراوتينج والسويتشنج، ايه هي الراوتينج بروتوكولز. ده اللي احنا هنفهمه واحده واحده دلوقتي. لو انا عندي مثلا راوتر، طبيعي الراوتر ده جهاز بيبقى فيه فتحات مختلفه، يعني ممكن يكون فيه فتحه واصل بيها كابل، فتحه تانية طالع منها كابل واصل بجهاز تاني، فتحه تالته وهكذا. طبعا الراوتر ده جهاز نتورك ديفايس، المفترض بتجيله داتا على فتحه من فتحاته، وهو مهمته انه يوصل هذه الداتا للجهه المطلوبه. والداتا لما بتوصل لراوتر، اما لما توصل له يطلعها مثلا من الناحيه دي لو هي دي السكه الصحيحه اللي توصل الداتا لصاحبها، يا اما يطلعها من الناحيه دي، يا اما الحل الثالث ان هو يعمل لها دروب. الراوتر ده جهاز لما بتجيله داتا ليه احتمال من اتنين، يا يعمل لها دروب يا يعديها. هنعرف امتى يعمل لها دروب وامتى يعديها، ولو هيعديها هيعديها منين؟ ما هو الراوتر ده ممكن يكون فيه اكتر من فتحه، يا ترى لو هيعديها هيطلعها ازاي؟ هيطلعها كده ولا هيطلعها كده ولا هيطلعها كده؟ المفترض يكون عنده الطريقه اللي يقدر يوجه بيها الداتا في الاتجاه الصحيح. يعني لو جينا مثلا على رسمه زي اللي قدامكم ديت، ده راوتر اهو انا مسميه حتى ار 5، ممكن يكون في جهاز هنا عايز يتكلم مثلا مع الجهاز ده، الجهاز ده كده عايز يتكلم مثلا مع الجهاز ده، فأكيد الداتا عشان توصل بالعقل والمنطق في الرسمة اللي قدامكم من الجهاز ده للجهاز ده لازم هتعدي في السكة على هذا الراوتر اللي هو ار 5 ده، فالداتا هتوصل لده، هتوصله على انهي فتحة؟ على الفتحة دي. طب وبعدين الراوتر بقى يعمل ايه؟ هيوجه الداتا ازاي؟ هيفكر ازاي؟ وهكذا. ده اللي احنا عايزين نفهمه مبدئيا كده. الراوتر لازم كل فتحة فيه يكون ليها اي بي، يعني الفتحة دي يكون ليها اي بي، ودي ليها اي بي، ودي ليها اي بي، ودي ليها اي بي. يعني انا هنا في السيناريو ده الفتحة دي انا عاطيها اي بي 109 200. خلي بالكم كل الاي بيهات اللي انا مستخدمها في اللاب اللي قدامكم ده كلها بتبدأ ب 192 واحد ستة تمانية. يعني انا بس اختصرت الاي بي، بدل ما اكتب واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية مية وتسعة متين، فانا اختصرته وخليته على طول ايه 109 200 على طول، لان كلهم بيبدأوا بنفس البداية. فده الاي بي بتاع الفتحة دي 109 200، الفتحة دي 110 200، الفتحة دي 122 200، وهكذا. لو تلاحظ كل راوتر من اللي قدامنا ديت كل فتحة فيه ليها ايه، ليها اي بي، دي ليها اي بي ودي ليها اي بي ودي ليها اي بي. لما حضرتك بتدي في الراوتر كل فتحه اي بي، لو افترضنا ان انا اديت الفتحه ديت 192.168 مثلا 1 200 مثلا، والفتحه اللي جنبها دي 192.168 2 200، والفتحه ديت 192.168 3 200، والفتحه ديت مثلا 192.168 4 200. ايه اللي بيحصل؟ اول ما حضرتك تدي لكل فتحه اي بي بيتكون جوه الراوتر حاجه اسمها الراوتينج تيبل، حاجه اسمها الراوتينج تيبل. بيبقى شكله ايه الراوتينج تيبل ده؟ بيبقى فيه رقم كل فتحه، اكيد طبعا كل فتحه ليها رقم، الفتحه دي مثلا رقمها اف 0 على 0، واللي في النص دي مثلا رقمها اف 0 على 1، وهنا ديت رقمها اف 0 على 2 مثلا، ودي رقمها اف 0 على 3 مثلا. يعني ايه اللي بيحصل؟ اول ما حضرتك تدي كل فتحه في الراوتر اي بي بيتبنى عنده حاجه اسمها راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده، راوتنج تيبل، الراوتنج تيبل ده بيتسجل فيه رقم كل فتحه، يعني هيتسجل هنا اف 0 على 1 وإف 0 على 2 وإف 0 على 3 وإف 0 على 4. وبص بقى
بيتسجل قدام كل فتحة الشبكة، الحتة دي مهمة جدا والناس بتتلخبط فيها، بيتسجل قدام كل فتحة الشبكة المسؤول عن هذه الفتحة، الشبكة. أسأل سؤال بقى نشط ذاكرة الناس شوية، هو لو أنا عندي الأي بي 192.168.1.200 يبقى الشبكة بتاعت هذا الأي بي كام؟ واحد واحد كام بقى؟ ما انت كمل لي الرقم زيرو الاخير. زيرو ولا الله يفتح عليك، الشبكه اللي هي بتنتهي بزيرو، واحد زيرو، يعني 1.200 ده ينتمي لشبكه 1.0، اهو 1.0 ده اللي هيتسجل في الجدول. طيب يبقى كده اف 0 على 1، اف 0 على معلش بورت كامل خليها هنا دي 1 وهنا دي 2 ودي ثلاثة ودي أربعة. قلت حاجة مش مهندس؟ عيد تاني معلش. لا لا يا مهندس، بس قصدي على ايوه F01 احسن صح، تمام. عشان يكون مطابق للمثال ده. بالظبط للجدول ده. طيب هنا دلوقتي اف 0 على 2 هيتسجل قدامها ايه بقى؟ هيتسجل قدامها الشبكة بتاعت الفتحة التانية اللي هي كام؟ ساعدوني. ها. نفس الشيء 2 زيرو 0. الله يفتح عليك، وهتبقى 192 168 2 0. ده خلي بالك الراوتنج تيبل بيتسجل فيه الشبكه. في ناس بتغلط اقول له اف 0 على 1 يسجل، وده يقول لي 1.200، لا يتسجل 1.0 مش 1.200. النت بيسموها النتورك اي دي. طيب ده هيتسجل قدامه ايه؟ 3 0 يعني شبكه 3، وده هيتسجل قدامه 4 0. يبقى انا لو عندي راوتر اديت فيه كل فتحه اي بي بيتكون عنده راوتنج تيبل في ارقام الفتحات وفي الشبكه المسؤوله عنها كل فتحه. انا لو جيت على الراوتر ده قلت له معلش انا عايزك توصل داتا ل 192.168.3.50، بالعقل والمنطق كده، هو 3.50 ده تفتكره تبع شبكه 1.0 ولا 2.0 ولا 3.0 ولا 4.0؟ اكيد ده تبع ايه؟ شبكه 3.0. الكلام ده معناه ان الداتا دي لو وصلت للراوتر ده، الراوتر احنا قلنا يا اما يعمل دروب للداتا يا اما يطلعها. طب هيطلعها منين؟ هيبص في الجدول. 3.50 ده تبع شبكه 3.0. طب شبكه 3.0 المفترض على انهي فتحه؟ مفترض على اف 0. احنا هنا بس ايه ملخبطين الارقام شويه، هنا ده 0 على 2 هيبقى ده كده 0 على 4 وده 0 على 3. يبقى المفترض انهي فتحه يطلع منها الداتا اللي هي اف 0 على 3، يبقى الداتا دي هتطلع كده. طب افرض واحد عايز يكلم بعد داتا للراوتر، عايز يكلم مثلا 4.50، 4.50 ده بالعقل والمنطق تبع شبكه كام؟ 4، يبقى لا يطلع كده. الجدول بيقول ايه؟ الجدول بيقول شبكه 4 المسؤول عنها اف 0 على 4، يبقى هتطلع كده. وهكذا. طب افرض الراوتر حد بعت له داتا قال له انا عايزك تبعت الداتا دي ل 59، حد يقدر يساعدني الراوتر هيعمل ايه في هذه الحالة؟ طب 59 دي يشوف إذا في شبكة بعيدة مسجلة عنده. الجدول اهو، الجدول مسجل فيه فقط حتى الآن يعني شبكة 1.0 و2.0 و3.0 و4.0. أنا بقى بقول للراوتر لو سمحت أنا عايز أوصل داتا ل 59. دروب دروب هيعمل دروب. الله يفتح عليك. ليه؟ 59 ده بنسبة كبيرة بينتمي لشبكة اللي هي 9.0. هل شبكة 9.0 مسجلة في الراوتنج تيبل؟ الإجابة لأ. وبالتالي شبكة 9 دي بالنسبة لهذا الراوتر يقولوا عليها شبكة مجهولة غير معلومة. وهنا بقى يبان الفرق ما بين حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها النون نتوركس يعني الشبكات المعلومة، والانون نتوركس يعني الشبكات الغير معلومة او المجهولة. الراوتر لو سئل على شبكة مسجلة عنده اي بي ينتمي لشبكة مسجلة عنده في الراوتنج تيبل، يبدأ يوجه الداتا في الاتجاه حسب المعلومة اللي في الراوتنج تيبل. شبكة مجهولة عامل للداتا ايه؟ دروب. حد كان عايز يقول حاجة؟
طيب في حاجة مش واضحة، طيب أعيدها تاني. يلا واضح مهندس. تمام. ممتاز. طيب تعالوا نعمل إسقاط للكلام اللي أنا شرحته ده على اللاب ده. اللاب ده أنا عاطي هنا للراوتر ده الفتحة دي 109 200، ودي 110 200، ودي 122 2. حد يساعدني كده، الراوتر ده لو انا فتحت فيه الراوتنج تيبل بتاعه هلاقي فيه كام شبكة في الراوتنج تيبل؟ ايه، 3 شبكات دايركت لي كونكتد. الله يفتح عليك، هلاقي 3 شبكات اللي هم ارقامهم ايه؟ حد يساعدني. ال 109 لا كمل لي الرقم للآخر. اوكي دوت اوكي زيرو. شفت انت كنت هتغلط تقول ايه؟ كنت هتقول انا 200 زيرو. صح؟ تمام يلا طيب ادي الغلطة المشهورة، يبقى 110 زيرو0 وبعدين 122 22 0. 22 ايوه ماشي. تعالى نكتب الرقم بالكامل هنا، 1 9 8 122 0. حلو، دول ال3 شبكات اللي بالنسبة للراوتر ده معلومين. هم ليه معلومين؟ عشان الشبكة دي مسجلة على الفتحة دي، لأن الفتحة دي واخدة أي بي في نفس رينج الشبكة دي. ال3 شبكات دول اللي هما مسجلين والأربعة اللي احنا شرحناهم هنا بيسموهم الشبكات الدايركت كونكتد. دول واصلين بيا أنا اللي مسؤول عنهم، واصلين بيا بطريقة مباشرة. طيب بصوا في اللاب اللي قدامنا ده، R4 ده، R4 عنده، تعالى نمسح الحاجات دي عشان ما تلخبطش. R4 ده عنده الفتحة دي واخدة 107 200، ودي 108 200، ودي 122 3. يبقى إذن الجدول بتاع R4 لو خدنا كده أهو هيبقى فيه شبكات إيه؟ 107 0 زي ما اتفقنا، 107 0 و108 0 و 122 كام؟ ها زيرو. الله يفتح عليك، زيرو. طب بالنسبة للراوتر ده ال3 شبكات دول شبكات معلومة ودايركت كونكتد. R5 هل مسجل عنده في الجدول بتاعه شبكة 107؟ لا، شبكة 107 بالنسبة للراوتر ده مجهولة، غير معلومة، مش دايركت كونكتد. عارفين يقولوا عليها ايه؟ يقولوا عليها ريموت نتورك. ريموت نتورك يعني شبكة مش دايركت كونكتد بيا، ممكن تكون موجودة عند راوتر جنبي، حد زميلي معايا في الشبكة هو اللي عنده الشبكة، لكن عندي انا لا مش مسجلة. يبقى الراوتر قد يكون فيه شبكات معلومة بالنسبة له اللي هي الدايركت كونكتد، وشبكات مجهولة بالنسبة له. في الوضع الطبيعي هنا لو انا جيت على الجهاز ده قلت له انا عايز اكلم مثلا 192 192 168 سي مثلا 107 50 107 50، ده بينتمي لشبكه كام؟ 107. هل الراوتر ده عنده شبكه 107؟ لا، ده هي موجوده عند ار 4 ده، وبالتالي شبكه 7 بالنسبه لار 5 هي شبكه مجهوله. يعمل ايه الراوتر؟ احنا اتفقنا مع بعض، الراوتر لو سئل على شبكه مش مسجله عنده في الراوتنج تيبل يعمل لها دروب، وبالتالي هنا الداتا اللي انت باعتها عشان توصل ل 107 سواء واحد او اثنين او غيرها لن تصل. طب انا عايزها توصل ولا مش عايزها توصل؟ انا عايزها توصل. انا ببني شبكه مخصوص عشان الاجهزه كلها تقدر تكلم بعض. لو انا عندي راوترين، في راوتر في شبكات مجهوله بالنسبه له، وبالتالي لما هيسال عليها هيقول لك معرفش، مش مسجله عندي فين؟ في الراوتنج تيبل، وبالتالي هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها دروب، وانا مش عايز كده. طب وبعدين الحل ايه؟ الحل ان انت تيجي على الراوتر ده تعرفه ما يجهله من شبكات. شوف ايه الشبكات اللي مش مسجله عنده في الراوتنج تيبل وتسجلها له، او تشوف طريقه تخلي هذه الشبكات تتسجل، بحيث ان هو لما يتسأل عليها يعرف يوصلني ليها وما يعملش ايه؟ ما يعملش دروب للداتا. طب ازاي بقى هنعرف الراوتر ده او هنكمل للراوتر ده ما يجهله من شبكات؟ عندنا طريقتين. الطريقه الاولى
ستاتيك راوتنج. طبعا اكيد الكلام ده انتوا عارفينه هيعمل ان ايه، وهنأكد عليه اكتر ونتعمق فيه اكتر واكتر. الاستاتيك راوتنج ده انا بعمل ايه؟ انا باجي باوامر على الراوتر، اكمل للراوتر مانيوالي ما يجهله من شبكات. يعني هقول له بص يا عم انت شبكه 107 دي اسجلها له انا في الجدول واعرفه يوصل لها ازاي، التكه اللي يمشي فيها او الانترفيس اللي يطلع منه عشان يوصل لهذه الشبكه. طبعا الطريقه الاستاتيك دي هتبقى طريقه متعبه، بالذات لو انت عندك شبكه كبيره وليها مشاكل كتير هنذكرها بالتفصيل. دي الطريقه الدايناميك. الدايناميك بقى اللي احنا بنشغل راوتنج بروتوكول زي ريب وي اي جي ار بي او اس بي اف، بحيث ان هم يعملوا ايه بقى، البروتوكولات دي بتخلي الجداول تتملى بطريقه اوتوماتيكيه. تبص تلاقي الراوتر ده قدر يعرف الشبكات اللي عند جيرانه بطريقه اوتوماتيكيه والجدول بتاعه يكتمل من غير ما انت تكمله له بطريقه مانيوال. ان شاء الله احنا ده كورس بقى ادفانسد راوتنج، هندرس الاستاتيك راوتنج بالتفصيل بتعمق واعلى من الليفل اللي خدته في الان ايه، ونفس الكلام للدايناميك راوتنج. يبقى احنا كده عرفنا الراوتر ازاي بيشتغل. الراوتر بتجيله داتا، ها انت عايزه تروحي الاي بي كام؟ سي مثلا عايز اروح ل 9 3، يقوم جاي عامل ايه؟ يدور في الجدول عام، والله 9 3 ده تبع شبكه موجوده، ابعت له الداتا. الشبكه بتاعته مش موجوده، اعمل دروب للداتا. دي الطريقه اللي بيفكر بيها الراوتر، معتمد على راوتنج تيبل. في شبكات معلومه وفي شبكات مجهوله، ايه المجهوله؟ المفترض احنا ايه؟ نعرفه له. ساعات تتسال سؤال مشهور كده في الانترفيوز، يقول لك ايه الفرق ما بين الراوتنج والسويتشنج؟ ساعات برضه يسالك سؤال تاني مشهور قوي، يقول لك ايه الفرق ما بين الراوتنج الراوتنج بروتوكول وحاجة اسمها الراوتد بروتوكول. الأول السؤال ده، إيه الفرق ما بين الراوتنج والسويتشنج؟ الراوتنج هي العملية اللي بيقوم بيها الراوتر، إنما السويتشنج العملية اللي بيقوم بيها السويتش. الراوتنج معتمد على راوتنج تيبل. طب حد يفكرني اسم الجدول اللي كان في السويتشات اللي درسناها زمان، ها كان اسمه ايه الجدول اللي بيبقى في السويتشات؟ ما اسموش راوتنج تيبل، ليه اسم تاني. ماك الله يفتح عليك، هنا ده راوتنج تيبل اسمه ماك تيبل. الماك تيبل، الماك تيبل ده بيبقى فيه ماكات ما فيهوش اي بي هات. الراوتنج تيبل اديكم شفتوا شكله عامل ازاي، في اي بي هات ما فيهوش ماكات. الراوتنج ده شغل لير 3، احنا طبعا عارفين من الان ايه ان الاي بي هات دي لير 3 والماكات ديت لير 2، فالراوتنج يعتبر شغل لير 3. السويتشنج يعتبر شغل لير 2، ده معتمد على الماكات. الحته بقى الاهم، نبص الحته دي اهم فرق ما بين الراوتنج والسويتشنج. الراوتنج هو نقل داتا ما بين جهازين، وكل جهاز في رينج مختلف. يعني انا لما ابعت داتا من 109 واحد ل 110 واحد، سؤال هل الجهازين دول في نفس الرينج؟ لا، ده في رينج شبكه 109 وده 110. فكونك تنقل داتا من جهاز في رينج لجهاز في رينج اخر هو ده الراوتنج. ومستحيل مستحيل تخلي جهاز فرنج يكلم جهاز فرنج اخر الا اذا كان في راوتر في المنظومه بتاعتنا. يعني لو انت ما عندكش في المنظومه بتاعتك راوتر او حتى مالتي لير سويتش، ساعتها عمر الاجهزه اللي فرنج ما تعرف تتكلم مع الاجهزه اللي فرنج مختلف. هو ده الراوتنج. الراوتنج نقل داتا ما بين اجهزه فرنجات مختلفه، وساعات بيقولوا عليها في شبكات مختلفه، يعني كل مجموعه فرنج مختلف عن التاني. طب اسال سؤال، هو انا لو قاعد على 110 الجهاز ده وعايز ابنج اللي هو 110 واحد ده وعايز ابنج على 110 اتنين، هل الراوتر هيكون ليه دخل في الموضوع ده ولا ليه اي دور؟ 110 واحد، حتى تعال نجرب نبنج من 110 واحد. انا عايز ابنج على، نتاكد بس الاي بي ده كام. لا ده هنا العكس، ده 110 اتنين وده 110 واحد. تعال نجرب نبنج من 110 واحد على 110 اتنين، هنكتشف
ان الراوتر مش هيبقى ليه اي دور في الموضوع ده. طب البنج اشتغل؟ اه البنج اشتغل. طب تعالى كده نراقب الداتا وهي ماشيه ونشوف خط سيرها عامل ازاي. بص الداتا هتلاقيها طالعه كده، راحت كده، طالعه كده، رجعت كده. الراوتر ملوش اي دور في الموضوع. ليه؟ لان انت لما تنقل داتا ما بين جهازين في نفس الرينج ده يسموه سويتشنج وليس راوتنج. لكن بص بقى، لو انا عايز انقل داتا من 109 ل 110، ده رينج مختلف، هو ده اللي يسموه ايه؟ هو ده اللي يسموه راوتنج. تعال نجرب كده بينج على 1.958.110.1. الاول بس نتاكد ان البنج اشتغل. البنج اشتغل الحمد لله تمام. طب تعالى نراقب كده، لابد ان الداتا تعدي على راوتر هو اللي يعمل راوتنج. راوتنج هنا يعني ينقل الداتا من رينج لرينج مختلف، من نتورك لنتورك مختلفه. اهو طالعه كده الداتا اهي، عادت على الراوتر. هنا الراوتر بص هتجيله داتا من جهاز في شبكه 109 لجهاز في شبكه 110. هو هيبقى عنده شبكه 110 مسجله على الفتحه دي، يقوم يعمل ايه؟ يقوم مطلع الداتا الفتحه اللي تناسبها اللي مسجله في الجدول، وبالتالي توصل لصاحبها ان شاء الله. يبقى ده سؤال مشهور جدا تتساله في الانترفيوز، ايه الفرق ما بين الراوتنج والسويتش؟ هيقول لك ايه الفرق ما بين راوتر وراوتنج وراوتد. لسه احنا ما جاوبناش على الحته دي اللي هي راوتنج دي، او الفرق ما بين الراوتنج بروتوكولز والراوتد بروتوكولز. خلاص راوتر ده جهاز بيعمل ايه؟ بيعمل راوتنج، وعرفنا الفرق ما بين الراوتنج والسويتش. طب ايه هي الراوتنج بروتوكولز؟ الراوتنج بروتوكولز هي البروتوكولات اللي بتستخدم لتكمله الراوتنج تيبلز. الراوتنج تيبل بيبقى فيه شبكات مجهوله، لازم اعرفها له، يا اما اعرفها له مانيوال، دي الطريقه الاستاتيك دي مانيوال، خلي بالك مانيوال، يا اما اوتوماتيك عن طريق الدايناميك راوتنج. اوتوماتيك يعني لو حد سالك ايه هي الراوتنج بروتوكولز، ودي الطرق المختلفه اللي بنستخدمها عشان نملى بيها الراوتنج تيبل، وتنقسم الى نوعين، ستاتيك راوتنج ودي بنملى الجدول بطريقه مانيوال، ودايناميك راوتنج هنا بنملى الجدول بطريقه اوتوماتيك، الجدول بيتملى اوتوماتيك ويحصل له ابديت اوتوماتيك كمان. بقول لك طب ايه الفرق ما بين الراوتنج؟ طبعا ممكن تدي له امثله بقى على الدايناميك راوتنج، تقعد تقول له بقى ايه ريب مثلا، اي اي جي ار بي مثلا، او اس بي اف مثلا، بي جي بي، وهكذا، يعني في بروتوكولات كتيره غير دول حتى. ايه بقى الفرق ما بين الراوتنج بروتوكول والراوتد بروتوكول؟ مصطلح الراوتد بروتوكول ده بيتقال على نوع الداتا اللي بيتعمل لها راوتنج. نوع الداتا اللي بيتعمل لها راوتنج، الداتا اللي هتتبعت للراوتر عشان يعمل لها راوتنج. قد تكون اي بي فيرجن 4 داتا، او بنسميها اي بي فيرجن 4 باكيت، يعني الاي بيهات المزروعه جواها، المحطوطه جواها اي بيهات من نوع ايه؟ فيرجن 4. او قد تكون الداتا اللي هيتعمل لها راوتنج من نوع اي بي فيرجن 6 داتا، او اي بي فيرجن 6 باكيت. فالراوتر يقدر يعمل راوتنج سواء للاي بي فيرجن 4 لو هو عنده جدول من نوع فيرجن 4، او اي بي فيرجن 6 لو هو عنده جدول من نوع اي بي فيرجن 6. دول بقى يسموهم ايه؟ يسموهم الراوتد بروتوكولز. الاي بي فيرجن 4 ده بروتوكول، واي بي فيرجن 6 ده بروتوكول، دول اللي هيتعمل لهم راوتنج. الحاجه اللي هيتعمل لها راوتنج يسموها الراوتد داتا او الراوتد بروتوكولز. لو حد سالك ايه انواع الراوتد بروتوكولز؟ قول له في اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. لو حد سالك ايه هي الراوتنج بروتوكولز، تقول له بقى ستاتيك ودايناميك، تدي له امثله زي ما شفنا. ايه الفرق ما بين الراوتنج والسويتشنج؟ دي شرحناها. ايه هو الراوتنج تيبل؟ ايه هو الماك تيبل؟ ان شاء الله تكون الاساسيات دي حتى الان واضحه. لو حد عايز يسال فيها يسال براحته قبل ما اكمل. تمام. ممتاز. طيب الراوترز كونكشنز،
مهمه جدا برضو، ما ينفعش تدرس راوتنج وتبقى محترف فيه الا لما تكون كمان فاهم ايه موضوع الراوترز كونكشنز وانواع الكونكشنز. حاجه اسمها البوينت ومالتي بوينت، حاجه اسمها البوينت وبوينت، حاجه اسمها الهاب اند سبوك والبارشال ميش والفول ميش والكلام ده كله. ايه بقى القصه دي؟ لو انا عندي المنظومه بتاعتي اكتر من راوتر عايز اربطهم ببعض، فانا كده احط راوتر، سواء انا ازود له كده ايه كارته تزود الفتحات اللي فيه، بس لازم اطفيه الاول، احط الكارته دي واشغله تاني ونكبيره كده. تخيل معايا انا عندي في المنظومه بتاعتي شويه راوترات بالمعنى كفايه 3 راوترات، انا عايز اربط ال3 راوترات دول ببعض. عشان حضرتك تربط راوترات ببعض في عندنا كذا سيناريو كده وكذا طريقه، يا اما توصل كابلات مباشره ما بين الراوترات وبعضها، يعني توصل كابل من هنا لهنا وكابل من هنا لهنا وكابل من هنا لهنا، دي طريقه. الطريقه دي يسموها ايه؟ يسموها بوينت تو بوينت، ان انت توصل كابل مباشر من بوينت لبوينت، من فتحه في راوتر للفتحه اللي قصادها على طول، دي اسمها طريقه البوينت تو بوينت. ايا كان نوع الكابل ده، يعني الكابل ده ممكن يبقى كابل تويستد بير، كابل فايبر، المهم ان هو وصله مباشره من راوتر لراوتر. دي كده تعالى نكتب عليها كده البوينت تو بوينت. طيب يا اما في طريقه تانية، تعالى ناخد ده كده كوبي ونعدل فيه. ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية ان انت تحط في النص ما بين الراوترات اللي انت عايز تربطها ديت سويتش. سويتش. وتعمل ايه بقى؟ توصل من كل راوتر كابل على السويتش ده بالمنظر ده. الطريقه ديت يسموها بوينت تو مالتي بوينت. بوينت تو مالتي بوينت. هقول لك طبعا هعمل لك مقارنه ما بينهم واقول لك امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي. الاول ليه بيسموا الطريقه دي بوينت تو مالتي بوينت؟ يقول لك عشان بص الداتا اللي هتطلع من البوينت دي في الراوتر طالعه من النقطه دي قد تصل للنقطه دي في الراوتر ده، او ممكن لا تتحول كده وتتبعت للنقطه دي. يعني الحاجة اللي طالعة لو افترضنا، تعالى كده حط نقطة سودة كده، هنفترض دي بوينت ودي بوينت ودي بوينت، الداتا اللي طالعة من البوينت دي قد تصل للبوينت دي او للبوينت دي حسب المعلومات اللي فيه، يبقى دي فروم بوينت وايه مالتي بوينت. لكن هنا لو افترضنا ان في داتا طالعة من البوينت دي طالعه كده، هل في اي مكان اخر توصله غير البوينت دي؟ مستحيل، لازم تعدي على، طالما طلعت من هنا يبقى لازم تعدي على هنا. عشان كده يسموا دي ايه؟ فروم بوينت تو بوينت، لكن هنا فروم بوينت تو مالتي بوينت. طيب لو تلاحظوا الرسمه اللي فوق دي، اللاب ده، الراوتر اللي مكتوب عليه ار 1 ده واللي مكتوب عليه كايرو ده واصلين بايه؟ بلينك مباشر، يبقى ده كده دي كده بوينت تو بوينت. طب وهنا؟ هنا بوينت تو بوينت تو بوينت. طيب لكن بصوا ار 3 وار 4 وار 5 والراوتر اللي مكتوب عليه كايرو ده، دول مربوطين بسويتش. يبقى انا المنطقه اللي في النص ديت، الاربع راوترات دول بوينت تو مالتي بوينت، لكن الاثنين دول مربوطين ببعض بوينت تو بوينت ودول بوينت تو بوينت. خلي بالك كل طريقه توصيل ليها قواعدها. لو حضرتك هتوصل الراوترات ببعضها بوينت تو بوينت، يبقى لازم كل لينك يبقى في رينج مختلف. بمعنى لو انا فرضا اديت الفتحه ديت 1 9 2 1 6 8 7 1، طبعا في قاعده اكيد انتوا عارفينها من ايام السي سي ان ايه، لو في فتحه ليها اي بي يبقى لازم تكون اللي قدامها في نفس الرينج. يعني كده الفتحه اللي قدامها غصب عني لازم تاخد 7 اي حاجه تانية بقى، يعني مثلا 7 2، يبقى الفتحه دي
ودي الفتحتين اللي هم مواجهين لبعض دول، البوينت دي للبوينت دي لازم يكونوا في نفس الرينج. لو دي 7 1 تبقى دي كده ايه 7 2 او 7 3 او 7 4، المهم في نفس الرينج وخلاص. ينفع اعدي اللينك ده بقى نفس الرينج؟ قال لك لا، هنا لازم اللينكه دي تبقى في رينج مختلف واللينكه دي تبقى في رينج مختلف. يعني مش هينفع اعدي الفتحه دي مثلا 1 9 2 1 8 7 3. تعرف ان الراوتر لو اديت فتحتين فيه اي بيهات في نفس الرينج يرفض. يعني لو اديت دي 7 2 وجيت دي 7 3، ما 7 2 و7 3 دول في نفس الرينج، يرفض الراوتر. تعال نجرب عملي حتى، هاجي كده على الراوتر ده عشان تشوف رسالة الايرور اللي هتطلع. هقول له انيبل كونفيتي، خش على الفتحة، الفتحة الأولى دي رقمها كام؟ زيرو على زيرو. طب ودي؟ زيرو على واحد. خليكم فاكرين ديت اف زيرو على زيرو وديت اف زيرو على ايه؟ على واحد. اروح بقى لده اقول له انترفيس اف زيرو على زيرو. تعال نجرب نديها 7 2 اي بي ادرس. طبعا الاوامر دي انتوا عارفينها من ايام الان ايه، لو في حاجه ناسيينها قولوا لي اراجعها، بس انا بشرح معتمد ان انت ايه عارف الاوامر دي. واقول له نوشط داون عشان اشرح. تيجي نجرب ندي الفتحه اللي جنبها اللي هي اف 0 على 1 اديها 7 3. بص الايرور اللي هيحصل، يقول لك لا ده 7 3 ده اوفرلاب مع الاي بي بتاع فتحه 0 على 0، كده بقوا الاثنين في نفس الرينج. فيرفض الفتحه دي واللينك ده لازم يكون في رينج مختلف. يعني كام مثلا؟ انا مثلا ممكن ندي الفتحه دي 8 2. 8 2 ده رينج مختلف. اه تقبل، اه تقبل هنا في الحاله دي. تعال نجرب كده. اه هخلي دي ايه 8 2، هي المره دي قبل زي الفل، ونعمل نو شوت داون. حلو جدا. طيب الفتحه دي اخذت 8 2، لازم اللي قدامها تبقى في نفس الرينج، لازم. يبقى اللي قدامها بقى تبقى كام مثلا؟ مثلا 8 1 كده تمام. طب اللينكه اللي فاضله دي، اللينكه اللي فاضله دي لازم تبقى في رينج مختلف تماما عن الرينجات اللي تم استخدامها. يعني اللينكه دي لو هتديها اي بي هتديها بقى من الناحيه دي 1 9 12 8 9 1 مثلا، واللي قدامها دي هتبقى 1 9 12 8 9 2. حتى لو تلاحظوا في اللاب اللي انا بنيه فوق دوت، بصوا انا عاطي هنا 120 1 120 2. طب هنا 121 رينج مختلف، 121 1 121 2. وصلت كده الفكره؟ طيب نرجع تاني هنا للاب ده. الكلام ده في انهي؟ دي القواعد اللي لازم تلتزم بيها في انهي كونكشن، اللي هي البوينت تو بوينت. طب البوينت تو مالتي بوينت، اللي هي البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي واصلين بالسويتش. قال لك لا، في البوينت تو مالتي بوينت لازم كل النقاط او كل الراوترات اللي واصله بالسويتش تبقى في نفس الرينج. يعني الفتحه دي والفتحه دي والفتحه دي لازم يكونوا في نفس الرينج. يعني لو اديت الفتحه ديت مثلا 1 9 2 1 6 8 مثلا 7 1، تبقى الفتحه دي لازم تبقى في نفس الرينج كام؟ 7 2 مثلا. طب واللي تحت دي تبقى كام؟ 7 3 مثلا. دي القواعد اللي لازم تلتزم بيها. يبقى كده المنطقه اللي في النص ديت شبكه واحده. خلي بالك هنا دول ثلاث شبكات، شبكه 7 شبكه 8 وشبكه 9. 7 0 ها و8 0 و9 0. طب هنا لا، هنا شبكه واحده 7 0 اللي هي تشمل 7 1 و7 2 و7 8. حتى لو تلاحظوا في اللاب اللي انا عامله فوق دوت اهو المنطقه اللي في النص دي ايه، وده كام بقى؟ 122 1 122 2 122 3 122 4. دي كلها شبكه كام؟ دي كلها شبكه 1 9 2 8 122 0 اهو، تشمل 1 و2 و3 و4. دي حته مهمه جدا جدا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، هو انا لو عايز اوصل راوترات ببعض استخدم طريقه البوينت ومالتي بوينت،
ولا طريقه البوينت تو بوينت؟ بص بقى هنا، يقول لك لو انت عندك عدد كبير من الراوترات يبقى الاسهل البوينت تو مالتي بوينت. تخيل معايا لو انا عندي في المنظومه بتاعتي 10 راوترات عايز اربطهم ببعض. تعالى نحط كده ايه شويه راوترات كتير يعني. نزود كده واحد هنا كمان، واحد هنا كمان. نحط مثلا لو عندي عدد كبير من الراوترات، اقول لك لا ده انت لو عدد كبير من الراوترات بالمنظر ده، ده انت هتتعذب لو استخدمت طريقه البوينت تو بوينت. تعالى تخيل كده لو هستخدم بوينت تو بوينت، احنا قلنا بوينت تو بوينت يعني لينكات مباشره ما بين الراوترات وبعضها. فاوصل مثلا ايه؟ اوصل ده بده مثلا. طيب اوصل مثلا ده بده، اوصل ده بده مثلا، اوصل ده بده، اوصل ده بده وده بده. ما هي بقى لينكات مباشره عشان الراوترات تعرف تكلم بعض اهو. لا ده كده عذاب، ده انا كده بقى ايه يعني عشان اوصل الدنيا مباشر كده بالمنظر ده محتاج كمية كابلات رهيبة. ده أولاً سيبقى محتاج، بص يعني عشان أوصل الدنيا كده كلها ببعضها، أنا احتجت هنا في الراوتر ده أدي كابل طالع على ده، وكابل طالع على ده، وكابل طالع على ده، وكابل طالع، وكابل كمان بالمرة موصله كده. أنا محتاج هنا 1 2 3 4 5 فتحات وخمس كابلات، كل راوتر محتاج فيه خمس. ده كده كمية كابلات رهيبة وعدد فتحات كتير جداً. ده غير اعمل حسابك، اعمل حسابك هنا ان كل لينك يبقى فرنج مختلف عن التاني. يعني لو دي الفتحه دي 7 1 اللي قدامها 7 2، طب دي 8 1 اللي قدامها 8 2، طب دي 9 1 اللي قدامها 9 2، 10 1 10 2. وتعمل حسابك ان كل لينك من دول يكون فرنج مختلف زي ما عملنا هنا. لا ده كده يقول لك ده عذاب. انا كده لو هستخدم في عدد الراوترات الكتير ده بوينت تو بوينت، الموضوع هيبقى متعب جدا. طب الحل ايه؟ تعالى ناخد دول كده كوبي. بص بقى الدنيا هتبقى ابسط بكتير ازاي. تعالى نلغي الكابلات ديت، بص بقى لو انا بستخدم طريقة البوينت ومالتي بوينت كل اللي هعمله ايه؟ ايه راوتر طار هنا، هحط سويتش في النص ويطلع منه كابل واحد على بورت واحد في الراوتر. شايف هنا عدد احتجت كام كابل؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، عد هنا هتلاقيهم اكتر. احتجت كام فتحة في كل راوتر؟ فتحة واحدة في كل راوتر. الاي بيهات بتاعتي هل هيبقى ده في شبكه او ده؟ لا هنا كل لينك لازم يبقى في شبكه. لا هنا حضرتك بص لو اديت مثلا الفتحه ديت 1 9 2 1 8 7 1 مثلا يعني، هتدي بقى ايه؟ هتدي دي 7 2، هتدي دي 7 3، اللي بعدها 7 4، اللي بعدها 7 5، وكمل بقى. يعني المنطقة اللي في النص دي كلها هتبقى ايه؟ هتبقى شبكة واحدة. فده هيبقى حتى أسهل في التصور بتاعه وتوفير أكتر في الأي بيهات. لا هنا كل لينك لازم يبقى فرنج مختلف عن التاني. فالموضوع بيبقى معقد شوية. الكلام ده لو أنت عندك ايه؟ عندك عدد كبير من الراوترات. طب افرض أنا في لاب ما عنديش غير هما الراوترين بس. راوترين بس خلاص من غير ما افكر، هو كابل دايركت ما بينهم يربطهم ببعض وشكرا، اجيب سويتش في النص ليه واهو. طب ثلاث راوترات، ثلاث راوترات يمشي الحال لو اشتغلت بوينت تو بوينت. لو ثلاث راوترات كابل كده كابل كده كابل كده الموضوع مقدور عليه، لكن لو اكتر من كده لا الموضوع هيبقى متعب. يبقى احنا كده عملنا مقارنه وشفنا القواعد بتاعه البوينت ومالتي بوينت والبوينت تو بوينت. طب ايه رايكم بقى ان البوينت تو بوينت في منها انواع؟ البوينت تو بوينت في منها انواع، ايه الانواع؟
عندك كول مش، كول مش دي اللي انا استخدمتها هنا. لو تلاحظ هنا في اللاب ده انا وصلت كل الراوترات ببعضها، ما في راوتر الا وطالع منه كابل على الراوتر التاني. انا وصلت جميع الاحتمالات المختلفه اللي قدامك دي، يسموها كول مش. طب ايه رايكم لو خدنا الرسمه دي؟ احنا هدفنا ايه؟ ان الراوترات توصل لبعضها، صح؟ طيب ما كان ممكن نعمل حاجه توفر معانا شويه، يعني هشتغل بوينت تو بوينت بس يعني ايه مختصره شويه. اعملها ازاي دي؟ اقول لك تعملها ازاي. تعالى بس نمسح، حاول نمسح المنطقه اللي في النص دي دفعه واحده كده. مفيش فايدة برضه، ما اتمسحتش كلها. طيب نمسحه كده ايه، واحدة واحدة. اهو دي الراوترات اللي عندي. بص بقى هعمل ايه. انت مش عايز توصل كابلات مباشرة، ما هي دي طريقة البوينت تو بوينت. ممكن انقي راوتر من الراوترات ديت اعتبره هو الراوتر المركزي مثلا، ده او اللي فوق ده. هعمل ايه؟ هطلع من الراوتر المركزي ده كابل على الباقي بالمنظر ده. طب هل انا هنا وصلت ده بده؟ لا. وصلت ده بده؟ لا. ده بده؟ لا. ده بده. هنا انت لو تلاحظ انا موصل كله كله. اقول لك انت كده الرسمه اللي قدامك دي، طالما اخترت الراوتر ده ووصلته بالباقي، احنا كده شغالين بوينت تو بوينت برضه اهو، بوينت تو بوينت، بوينت تو بوينت. بس دي يسموها ايه؟ هاب اند سبوك بوينت تو بوينت. ايه هاب اند سبوك ديت؟ الراوتر المركزي اللي انا اخترته ده عشان هو يبقى حلقه الوصل. يعني لو افترضنا ان الراوتر ده عايز يوصل لاجهزه في الراوتر ده، لازم يعدي على ده. طب ده عايز يوصل لده، لازم يعدي على ده. يعني ده هو حلقه الوصل اللي بيجمع ما بين دول. على فكره ده لو وقع الاتصال ما بين دول خلاص كده بالسلامه، ايه؟ وقع. طيب يقولوا على الراوتر اللي في النص المركزي ده يسموه الهاب راوتر. خلي بالك ما تلخبطش هنا، كان في زمان قبل اختراع السويتش جهاز قديم قوي اسمه هاب. لا هنا احنا واخدين هاب كمصطلح بس. هاب راوتر كلمة هاب يعني مجمع. هاب راوتر هو ده اللي بيربط دول ببعض. طب ودول؟ دول بيسموهم السبوكس راوترز. يعني ده سبوك 1، ده سبوك 2، ده سبوك 3، وهكذا بقى 4، وده سبوك 5. عشان كده الديزاين ده بوينت تو بوينت او بوينت تو. هل انا جبت سويتش هنا في المنظومه دي؟ لا. فده كده يسموه بوينت تو بوينت هاب اند سبوك، او بيسموه هاب اند ستاب. ساعات بيقولوا على الراوتر ده كلمة ستاب يعني في الطرف بتاع الشبكة، مش في السنتر بتاع النتورك. في الطرف ده، في الطرف وده، في الطرف وده، في الطرف وده. ده الوحيد اللي فين؟ في النص كده، هو حلقة الوصل ما بينهم. فيسموا ده يا اما سبوك 1 او يسموه ستاب 1. عشان بس لو حد سألك على ديزاين تعرف توصف الديزاين، ممكن تقول له انا شغال بوينت ومالتي بوينت. ممكن تقول له لا انا شغال بوينت تو بوينت فول مش، فول مش موصلين كابلات ما بين الكل. او ممكن تقول له لا انا شغال هاب اند سبوك او هاب اند ستاب لو الديزاين بالمنظر ده. طب ماذا لو كان الديزاين بالمنظر اللي هوريه لكم دلوقتي؟ فطبعا هنا مختارين ده هو الهاب راوتر، كل الناس طالعه متفرعه منه. طب ماذا لو انا قمت جاي مزود موصل ده بده وموصل ده بده بس كده، ما كملتش الرسمه دي كده، ما تعتبرش فول مش. فول مش لما تكمل توصل كل الكابلات المحتمله، كل راوتر يبقى طالع منه كابل مباشر على الراوتر الاخر، ساعتها يسموها فول مش. طيب هل دي كده تعتبر هاب اند سبوك؟ لا، ما هاب اند سبوك يبقى نلغي اللينك ده واللينك ده. دي تعتبر وسط ما بين الهاب اند سبوك
والفول مش. طب يسموها ايه ديت؟ يسموها بارشل مش. بارشل مش. اتمنى تكون الدنيا واضحه كده. يبقى الحته دي لحد هنا كونكشنز ما بين الراوترات، سواء بوينت ومالتي بوينت او بوينت بوينت، ان شاء الله تكون اتفهمت. في حاجه مش واضحه في الحته دي اعيدها تاني؟ واضحة يا باشمهندس. ممتاز. طيب حاجه برضو مهمه جدا، نوع اللينكات اللي هتربط الراوترات ببعضها، يعني اللينك اللي طالع من هنا لهنا ايه احتمالاته؟ هل ده هيبقى لينك كابل نحاس مثلا، ولا كابل فايبر، ولا ايه بالظبط؟ احنا عندنا 3 احتمالات مشهوره جدا جدا. اما يبقى كابل نحاس، اللي هو ايه، حد عارف اسم الكابل النحاس المستخدم اللي هو بيبقى في نهايته من هنا ار جي 45 والناحيه الثانيه ار جي 45، ها حد فاكر اسمه؟ لو كات 5 كات 6 وكده اه ده دي الكاتيجوريز بتاعته. اسم الكابل نفسه ايه بقى؟ ليه اسم مشهور جدا ما ينفعش ايه ننفع بالفرنسية كويفر. كبر ده، يعني نحاس، كابل نحاس. هو ليه اسم بقى؟ اسمه تويستد بير كيبل. ايوه توست بير وكروس اوفر. لا انت كده لخبطت ما بين حاجتين. ايوه تويستد بير كيبل ده نوع الكابل اللي هو بيبقى كابل نحاس، بيبقى من جوه 8 اطراف، اللي هي الاطراف الاخضر والابيض أزرق. اخضر والالوان اللي احنا عارفينها من ايام العين ايه. انما الكروس اوفر والستريت ده نوع الكريمبنج. انت المفترض بتركب في الكابل ده ار جي 45 من الناحيه دي وار جي 45 من الناحيه دي، يا اما تعمل كريمبنج ستريت ثرو يا اما كروس اوفر. ده نوع الكابل، ملوش دعوه بنوع الايه، الكابل. تمام. طيب فاحنا هنا ممكن نجرب نوصل كابل ده كده، ده كده اللي هو الكابل التويستد بير العادي، بيخش من فتحه عادي ار جي 45 لفتحه ار جي 45. ده الاحتمال الاول، وده الاحتمال الاشهر والاكثر استخدام. يبقى عندنا راوترين يطلع ما بينهم كابل، الكابل ده من ناحيه لي ار جي 45 ومن الناحيه الثانيه برضو ار جي 45، والكابل اللي في النص ده تويستد بير بيبقى كابل نحاس يوصل منه. حد عارف اقصى مسافه مفترض نستخدمها هنا ما بين ده وده قد ايه؟ ما بين الراوتر ده والراوتر ده قد ايه؟ يمكن او لا بس تزيد. كام؟ اتفضل 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 يا زميل. مهندس احمد اتفضل لو عندك اجابه. مش متأكد. ايه الرقم اللي في الذاكره يعني؟ 100 متر100 ليس عن 100 مهندس. 100 متر. مظبوط، 100 متر الماكسيمم ديستانس للكابلات التويستد بير لو هتتربط ما بين سواء بقى راوترين او سويتشين او حتى ما بين كمبيوتر. يعني في الرسمه دي المسافه ما بين الكمبيوتر ده والسويتش مفترض ماكسيمم 100 متر، لا ينصح ان انت تزودها عن كده. طيب قد يكون الكونكتيفيتي ما بين الراوتر ده والراوتر ده بكابل فايبر. الكابلات الفايبر بتمتاز بالجودة الأعلى والسرعات الأعلى والمسافات الأعلى كمان. فايبر كيبلز طبعا لازم يكون في كارتة فايبر راكبة من الناحية دي وكارتة فايبر من الناحية التانية. وهنا بقى ما بيبقاش ار جي 45، الفايبر ليه أشكاله الخاصة بيه. يعني احنا ممكن على فكرة نلغي ده كده وهاجي هنا هطفي الراوتر ده واركب فيه كارت فايبر. بص الكارت اللي هو قدامه اف اكس ده، اف دي اختصار لفايبر، التي دي اللي هو التويستد بير. تويستد بير ده هتلاقيه اللي هو الار جي 45 العادي اللي احنا متعودين عليه اهو. لكن بص بقى ده الفايبر شكله مختلف، ده شكل الفتحه الفايبر شغاله من هنا. تعالى ناخد ده كده كوبي هنا كده. توصل ايه بقى؟ كابلات فايبر بقى، كابل فايبر من الفتحه الفايبر. بص شكلها مختلف ازاي لفتحه فايبر هنا. ده الاحتمال التاني. فانا لما اجي اوصل راوترات ببعضها، يا اما تبقى كابلات نحاس اللي هي التويست بير اللي احنا متعودين عليها، يا اما كابلات فايبر. ايه الاحتمال التالت؟
الاحتمال الثالث ما بين راوتر وراوتر، وده بنستخدمه لو المسافات كبيرة ما بين الراوترين، مسافات كبيرة جدا. الكابلات السيريال بيبقى فيه فتحة كده من الناحية دي، كارت بيركب اللي هو تاني كارت من تحت ده. طبعا خدناه في الان ايه، لازم بس لود في الراوتر نوصله. ده ايه، ده كارت فيه فتحة كده بيسموها فتحة السيريال، ونفس الكلام هنعمله الناحية التانية. سيريال وهيوصل كابل مخصوص اللي هو لونه احمر ده، بص مكتوب تحت ايه، سيريال. ده الاحتمال الثالث بالمنظر. يبقى احنا يا اما كابلات نحاس، يا اما كابلات فايبر، يا اما كابلات سيريال. والسيريال دي بتبقى نحاس برضه، شكلها مختلف، والفتحه هنا شكلها مختلف، والفتحه هنا شكلها مختلف. ار جي 45 مع الكابلات التويست بير فقط. فدي بس الاحتمالات اللي ممكن تقابلنا في اللابات اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله. يبقى احنا كده وصلنا لحد هنا. المفترض بقى نخش على النقطة اللي بعدها اللي بتتكلم على الراوتنج لود بالانس.